في الشغل النهاردة. ازاي يعني؟ يعني النهاردة بتاعنا احنا الاثنين يا ستي. L is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love. Is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two in love can make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you. وبعدين بقى فوق في الحال ده هنفضل جايبين درافها كده كتير؟ ايه يا عم سمير؟ عندك حل تاني؟ متجمعين عند النبي ان شاء الله. ازيك يا توتو؟ وحشتيني والله. لا ده انا بسلم عليها بس وحشتني. ازيك يا انسه؟ دي شكلك بنت خالد توتو الدكتوره اللي جبزتها مش كده؟ فرصه سعيده. لا انت انا عارف الموبايل بتاعك اتصلح يبقى تعالى خده. ها مين سوني بقى ومين سمير؟ هو هتفرق معاك في ايه؟ طلبت ان احنا نتجمع كلنا هنا ودينا كلنا هو مع بعض ومستنيين. هات الكلمتين اللي عندك واتكل على الله. يبقى انت سمير بس عندك حق، هي مش هتفرق فعلا. سوني سمير كله هيتظبط، حتى الواد المسقوط بتاع الموبايل ده هيتظبط. ما تظبط كلامك يا عم انت. لا تكون فاكر ان احنا مش هنعرف نقدر عليك انت والبغال اللي جايبهم معاك. يبقى انت سوني. ايه يا عم الدخله دي؟ ده احنا حتى مفيش بينا غير كل موت وخراب ديار. وانت ما عرفتش بس صاحبتك اتطلقت. بوسي بوسي بتاعت مودي، حبيتك من اول رنه نعمه، بس بيني وبينك انت الغلطان. صاحبتي دي حماره مش فاهمه حاجه. ده انا اول سيرفر رميته لها شقطته على صدرها على طول واتفحتت يا معلم. هيبقى في مشاكل بينك وبينها جامده قوي، بس ده قدرها بقى ونصيبها ومحدش بيهرب من قدره. بس انت عجبتني عشان فهمت دماغي وعرفت ان انا بحب القطط. هو انت كنت عايز توصل لايه بموضوع نعمه ده؟ ما كنتش هتوصل لحاجه. عارف ليه؟ عشان مش هي بس اللي حماره. ما تحترم نفسك وتلم لسانك يا جدع انت. يا عم سوني ده بس. الله. طب حط نفسك مكاني يا عم سوني. اما حد يسلم لك نفسه تسليم اهالي ويعرفك كل حاجة عنه، حياته وبيته وكل حاجة، يعمل ايه في الحالة دي يا مدام تقى؟ خليك معانا مالكش دعوة بيها. وماله؟ اتكلم معاك انت في الاتر عشان انت راجل لعين، وبصراحة انا بحب اللعبة الحلوة، وانت عملت لعبة ما يلعبهاش رونالدو وعجبتني.
بعت الواد الهفق ده بالموبايل عندي في المحل. هو مين ده اللي هفق؟ تريكا. قلنا ايه تريكا؟ قلنا ايه؟ خلاص يا رجاله، عيب عيب يا جدعان، مش كده؟ انا مش قليل برضه واعرف اخلص نفسي معاهم. يلا اتكلوا على الله اشربوا شاي. موزه رجاله عندنا دي، ما تزعلوش. لا مفيش حاجه. في حاجه ولا ايه؟ لا يا رجاله مفيش حاجه، تسلموا. اقعدوا انت على القهوه اشربوا شويه شاي. بلاش عوا يا معلم فؤاد، انت في حتتنا وملهاش عايزه شغل العيال الصغيره ده. خلينا نتكلم كلام رجاله كبار احسن. ماشي كلامك يا نبي، نتكلم كلام رجاله كبار. عمل ايه بقى اللعيب يا توتو؟ عمل لعبه حلوه قوي، راح رامي سيرفر على الجهاز عندي وراح داخل يعس على الفيديو بتاعك على اللابتوب بتاعي، ولقاه على اللابتوب مش ملاقاهوش. لا لقاه وافتكر ان كده الموضوع خلص. لا ما خلص. عارفه ليه؟ عشان كان لو خلص هترميني. بيني وبينك كده، لما قلت لي حكايه ايمن وما ايمنش، انا افتكرت ان الموضوع كله ورا الباشمهندس وبوسي. بس لما بوسي حبيبه قلبي دلتني على المكان هنا وعلى الحته، بعت الواد كاني اتطقص ورجع فرحني. قال لي الباشمهندس مش لوحده، معاه شريك اسمه سمير. اصل حكايه الفلاتر دي ما كانتش داخله عليا قوي. قلت بس اللعبه حلوت، انا كده بقى لازم اضرب الشورت وانزل الملعب وادي. واذا كنت انت رونالدو فانا ميسي. قلت اجي العب على ارضكم، وعشان انا راجل بفهم في اللعب، قصدي بفهم في الاصول يعني، ما رضيتش اجيب ايدي فاضيه. جبت لكم هديه ايه؟ هتعجبكم قوي. هو الجهاز ده شغال؟ اصل انا معايا سيدي هايا عليها ماتش حلو قوي. ماتش ايه؟ جامد يعني. بس اهم حاجه الجهاز ده ما يكونش عليه هاكرز، لان انا بصراحه اخاف على توتو من الفضيحه. مش حد يتفرج على حاجه. وخلصت على كده يا معلم فياض، وهتخرج دلوقتي حالا انت والرجاله اللي جايبهم. ايه اوعى بقى، مالكش دعوه بيها. في ايه؟ كلامك معايا انا، مالكش دعوه بيها. قلت لك ايه؟ خد يا سوني بتاعك ده ولا ايه؟ اه خليه معاك. ايه ده يا رجاله، بلاش الفيديو. الف سلام عليك يا توتو. اصل قلبها ضعيف، رقيقه قوي، وانت شكلك انت كمان قلبك ضعيف. مش مهم، اتفرجوا انتوا على الفيديو هيعجبكوا قوي. ازازتين بيره بالليل كده وسجارتين وكله شوكولاته. تمام شوكولاته. ها ما تنبسطوا قوي. ها انا كده عملت اللي عليا. اه بقول لكم ايه، انا عارف ان انتوا رجاله، عشان كده انا عايز اطلب منكم طلب. بكره اول ما توتو تهدى كده وتبقى زي الفل، عايزكم انتوا الاثنين تجيبوها لي. انتوا الاثنين، وهي عارفه المكان، جات لي فيه قبل كده. فرصه سعيده. قاعدة على الكرسي. على مهلك. طلع السيدة هادي وكسرها دلوقتي. تقدري تقومي يا توها؟ هعمل ايه يا سيدي؟ مش هتروحي له. ومن هنا لحد بكرة إن شاء الله نكون لنا حل. هيرفع الفيديو. يلا يا دكتور عشان اوصلك. مش محتاجين حاجه قبل ما تروحوا؟ احنا متشكرين قوي على تعبك معانا. طب خلي بالك منها.
دوياك. طيب في عندك دو؟ اه مش مسايك ليه؟ عشان لا اعملها كده احسن. بس ايوه تخسر خانه ليه؟ شيش دو براحتك. لا انا ما بحمرقش شيش. هذا الدو بقى اخلص. ايه تمام؟ اه تمام. انت مش سايبه لي حاجه على فكره. طب لو قلت كده وده كده اهو. طب ما انت بتتحرك اهو. بس مش شويه اللي عندك. شيش دو. ايوه مريم بيرفكت. انا لسه بعتهولك. طب خليها السكادجول. بقولك ايه؟ ستة ميتنج. ماشي يلا باي باي. تسلم ايدك. ان شاء الله تسلم. خير كفى الله الشر. لا مفيش شغل شغل بس. انا انا مش عايزة اعطلك يعني. مش عايزة شغلك يتلخبط بسببي. بصي هو انت لخبطتي لي حياتي بس ما تقلقيش شغلي ماشي كويس. بصحيح بصحيح قوي. لسه بطل شغل وافضل قاعد معاكي. تجوزتني ليه يعني؟ ايش معنى؟ لما كنت بجيلك المصمت كنت بفضل قاعدة أبصلك مش عايز أشيل عيني من عليك. كنت بقول لنفسي شكلك مفتوح قوي يا ودي أكرم. كل الموجودين واخدين بالهم إنك مشدود لكل حاجة بتعملها. كنت حاسس إن هاجي في يوم ألاقيك أنت وسمير واقفين وبتقولوا لي ما تجيش هنا تاني. طبعا مش هقدر. كنت هاجي. ينقطع لساننا قبل ما نقول كده. أنا عايز أفضل حواليك يا عبلة. ده تقبر. عبلة نفسها ومناها إنك ترضى وإنك ما تجيش يوم وعليك وتذهب. أصل أنا كنت مفكرة إنه خلاص الحب والحاجات دي يعني راحت لحالها. صحيح كتر الضرب يعلم البلاد. حتى ما جيت للسيدة نفيسة بقيت ماشية كده أقول في عقل بالي يعني هو إيه اللي بيحصل ده؟ اتلخبطت الصراحة يعني. واضح إنك أنت مش عارفة أنت عملتي فيا إيه. ربنا يديمك نعمة علي. أعمل لك لقمة القاضي؟ بس نكمل الدور الأول. دور إيه؟ كده قفلتها لك. ما عندناش حل تاني. دي الحاجة الوحيدة اللي نقدر نعملها دلوقتي. كل اللي يخص فياض وأجهزته ومحله هنا على الهارد ده. ممكن يكون فيها حاجة نقدر نمسكها عليه. وهتبقى مصيبة كبيرة لو ما لقيناش حاجة قبل الميعاد. كل واحد هياخد شوية من الفايلات اللي على الهارد. هنقسمهم علينا احنا التلاتة. وكلنا هندور فيها فايل فايل. لحد ما نلاقي أي حاجة. أي حاجة غلط مورط نفسه فيها. مفيش حاجة يا سيدي. وهتبقى مصيبة كبيرة لو ما لقيناش أي حاجة قبل الميعاد. Thank you.
شريف يا حبيبي. لينا فرضت لي كمل من سان انترناشونال، بس ازيك عملت شيك عليه. اوكي انت فين يا شريف؟ ما بتردش عليا ليه؟ قلقتني. دينا دينا انا بجد بحبك، انا عمري في حياتي ما حبيت حد زيك، بس دينا دينا انا بحبك وما اقدرش استغنى عنك، بس انا مش عايز اضيع وقتك معايا، انا مش عايز اجرحك، انا ما اقدرش اجرحك، والله العظيم بحبك وكل اللي بعمله عشان خاطرك انت. بتسيبني بمسج يا شريف؟ مش هين عليك تكلمني؟ لما انت هتسيبني رجعتني ليه؟ عشان تقضي معايا يومين وتسيبني؟ هو ده اللي انت كنت محتاجه؟ ما كنتش عارف انك قادر تبهرني كده. شكرا يا شريف، انت انسان محترم. ازيك يا شريف؟ ايه انت ازيك؟ ايه في ايه مالك؟ ماليش، انا نازل القاهره دلوقتي. معلم في واحد مستني. ايه اللي جابك هنا؟ ميعادنا مش دلوقتي ومش هنا. قوم ياض، اهدى على نفسك وبلاش دوشه وصوت عالي. انا جاي لك لوحدي من غير رجاله ولا حركات، عشان انا ماليش في الحركات. اقعد يا معلم عشان اسمعك الكلمتين. البت فين؟ مفيش بت. وهتنسى تقع، وهتنسى الفيديو اللي عندك. انت ضارب حاجة قالها قبل ما تيجي هنا ولا ايه؟ كلم عادل. هتنسى تقع وهتنسى الفيديو اللي عندك. ايه ما هوديك في 60 داهية. وانا بتفسح على الاجهزه اللي تخصك يا معلم، وانا قاعد في اوضتي زي الملك، وقعت على شويه حاجات، انما ايه لوز، وجمعتهم لك كلهم هنا. ما تشغل لنا الفلاش عشان نتفرج، ولا اقول لك احكي لك على اللي فيها احسن. هتلاقي عليها ملف اسمه حريم البشوات، ده اسمه لوحده كافي يوديك ورا الشمس، وهتروح في 60 داهية. تخيل بقى لما كل باشا من البشوات دول يستلم الفيديوهات بتاعت مراته، ده انت هتتنفخ. عبيط يالا، في نسخ كتير على اجهزة ناس تانية، يعني مش انا لوحدي. وبعدين هو انا يعني اللي متصور مع النسوان دي في الفيديوهات؟ ما انا عارف انك مش انت اللي متصور في الفيديوهات، بس اللي انت ما تعرفوش يا معلم ان انا كمان عندي رسايل وشات وصور وحوارات رايحه جايه بينك وبينهم، وكله على تليفوناتك وتليفوناتهم. بتبتزهم عشان الفيديوهات اللي عندك. ويا عالم عملت معاهم ايه؟ لو رفعت فيديو تقع على النت هبعت لكل راجل من الكبارات دول فيديوهات مراته برسايلك، وقابل بقى على المصايب اللي هتشوفها.
ولو حد غيرك رفع الفيديو برضه هبعت لكل راجل الملف بتاع الست اللي تخصه. يعني انت كده كده لابس. دي اول حاجة. هتلاقي كمان فايل اسمه يا سمر يا اخويا الموضوع مش مستاهل يعني. وبعدين انا نسيت الاخت تقى دي خالص ونسيت ان كان في منا معاد وبعدين الفيديو اتمسح وما كانش في فيديو من اصله. احنا ولكر واحده سمرة وبعدين ده محل اخوك في اي وقت تيجي تاخد اللي انت عايزه عيد التلاجه قطع غيار اللي انت عايزه ولو مش موجوده بعد اجيبه لك من بره مصر. شفت الكلام خدنا كده وما لحقتش اعمل معاك واجب نجيب لقمه بقى عشان يبقى عيش وملح يا كني. المجنون اللي يفكر يضرب نار على واحد حاطط المسدس في راسه وايده على الزناد. عين لعلى اخويا عين لعلى سمرة. شرفت اخويا شرفت حبيبي. هذه ليلتي هذه ليلتي وحر حياتي بين ماض من الزمان وآتي هذه ليلتي أخيراً يعني خلاص كده؟ الحمد لله خلاص. ومن امبارح كمان سمير راح له تحصيل حاصل على فكرة. الحمد لله هم ونزاح. الحمد لله مبروك يا طوع. ولو احتجت أي حاجة بكلميني. الله يبارك فيك. شكلك مش مبسوط يا سمير. هو حصل حاجة تانية؟ لا بالعكس ده أنا مبسوط علشانك جدا وإن شاء الله اللي حصل ده ما يتكررش تاني. معلش يا أنسة توقع. هو أصل سمير كده على طول قامت لي على حواجبه وقافش. ولا أنا مش عارفة من غير كنا عملنا إيه. على يا دكتورة بس ده الواجب. أنا هشوفك في الشغل بقى يا سمير صح؟ لا ما افتكرش أنا ما بروحش الفيلا كتير. طب أنا بقول إيه بقى؟ إحنا لازم نحتفل ها؟ أنا هبعد دلوقتي أجيب عشاء. مش هينفع يا سوني عايزك جوه المحل في حوار مهم. إيه ده؟ طيب يلا بينا يا هدير بقى. يلا 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 يا جدعان ما لسه بدري. مع السلامة. مع السلامة. خلي بالك من نفسك. شكرا. مع السلامة يا دكتور. مع السلامة يا استاذ. مع السلامة يا أنسة تقع. مع السلامة يا دكتور. مع السلامة. خد هنا. في ايه مالك؟ هقول لك جوه. تقول لي جوه؟ في حاجة حصلت في موضوع حامد طيب؟ لا ما تاخدش في بالك تعالى. طب فهمني يا ابن الحلال في ايه؟ الله. في ايه يا سمير ما تكلمني؟ يا سمير مش بكلمك. انت بتنكش في ايه طيب؟ بتنكش في ايه؟ الهاردات دي تخص مين؟ دي حاجات قديمة. ما انا عارف انها قديمة، انا بقول لك تخص مين؟ ما ترد مقلق من ايه؟ مقلق من ايه؟ مخدرات؟ دي هاردات. الهاردات دي على اللي يخص نعمة ولا بوس اللي فياض قال عليها مش كده؟ الله، وانت بسم الله ما شاء الله نبيه وعرفت الكلام ده لوحدك؟ يبقى نوصل الهاردات دي ونشوف اللي عليها. ثانية واحدة بس يا سمير، هو أنت مين اللي إداك الحق أصلاً إنك تعمل كده؟ ثانية واحدة بس، ثانية واحدة. بعد إذنك أبو سمرة، الهاردات دي بتاعتي وفيها حاجات خصوصي ما أحبش إن حد يشوفها. خصوصي. ده اللي هو إيه بقى؟ النخوار ورا الناس وخراب بيوتهم؟ سمير، الهاردات دي بعيد عن نعمة وفياض خالص عشان تريح نفوخك،
نعمة دي كانت واحدة معرفة أنا زقتها على فياض عشان تجيب قراره وملهاش دعوة بالمحل. تاني يا سوني؟ تاني انت ايه يا اخي؟ هو ايه اللي تاني وتالت يا سمير؟ وهو انت ايه اللي يخصك اصلا في حوار زي ده؟ ما تشوف اخوك يا ابني. ما تحورش عليا يا سوني. انت عارف ان انا لو عايز اوصل لنعمه دي واعرف ايه اللي يخصها وايه اللي يخص المحل هعرف. يعني انت هتكدب صاحبك وتصدق واحد زي فياض جاي يعمل حوار؟ اه هكدب صاحبي يا سوني. ولا هو كل دوت عشان خاطر واحده تخصك؟ ما نفهم بس. طب بص بقى يا عم سوني. أنا طوعي دي ما بقتش تخصني خلاص. أنا حذرتك كتير وجبت آخر معاك وأنت مفيش فايدة فيك. اسمعوا أنتوا الاتنين. الفتحة اللي أنا فتحتها بإيدي دي هتتسد والمحل ده هيتقفل وده آخر كلام عندي. لا والله. آه والله. طالما المحل جايب لنا القرف اللي إحنا عايشين فيه ده يبقى هيقفله يا سوني. هو إيه ده اللي هيتقفل؟ مفيش الكلام ده. المحل ده مش بتاعكم أنتوا الجوز على فكرة. تريكة. أقول لك إيه ما تشيلنيش شريط حد. سمير خرج المحل عن حواراتكوا دي. مالكش دعوة أنت بالحوار ده فاهم ولا لا؟ وهو انت من امتى يا سمير ليك دعوه بالمحل؟ ما طول عمرنا انا واخوك اللي بندوره. ومدورينه غلط يا سوني. مش بمزاجك يا سمير برضه. انا لا في المحل ده زي ما ليك بالظبط. لا ستوب بقى يا جدعان الله يرضى عليكم. معلش المحل ده بتاعنا وعم جمال. روح اتشاور معايا يا سمير ولو هو عايز يقفله ساعتها نتكلم. وانا يا عم هشتري نصيب. بس. اهو جاب لك النهي. وراك حاجة؟ لا نصايا كده اخلص العدة اللي كانت في ايدي دي واجيلك. انت قاعد؟ اه يا اسطى قاعد ما اقعدش ليه؟ اه قاعد. ما تيجي اقطعك جميل في السريع. ماشي اخلص شغله واقفل واجيلك. يلا حبيبي. ابقى هات معاك عشا وانت جاي. يا ماشي.